شكرا، مرحبا، تحية طيبة لكم. مرحبا، شكرا. أنت رئيس بلدية جرمدة، أنت من رئيس البلديات المتضررة من الغلق المصب من قبل الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. 22 بلدية أصبحت وأمست ما لقيتش وين تصب الفضلات نتاعها. ذكر زميلك أستاذ بلاشب أنه وقع اتفاق سابقا على أنه آخر أجل لاستعمال واستغلال هذا المصب سوف يكون 31 ديسمبر 2021، شهرين فقط. سؤالي أي المباشر، أنتم بعد شهرين كنتم محضرين البديل أم لا؟ تونجو على عواقب، تفضل. شكرا. اولا هو احنا البلديات الكل نتاع صفاقس متضره، مش كان بلديه جرمده، كلنا متضررين من اغلاق المصب. ثاني شيء هو احنا كيف طالبنا اولا بديل، معناتها حل بديل للمصب الجهوي قلنا بصفاقس، معناتها يلزم فما حل اخر، خاطر احنا نعرفوا الناس الكل كما قال زميلي سي فؤاد انه المصب هذايا عنده مده معينه، وكان بالفعل يعني على وزاره البيئه والوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات انها تحضر البديل للمصب هذايا. اللي احنا تفاجئنا بالفعل انه من عمناول كما قال سي فؤاد انه من عمناول وقع التاجيل على اساس انه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات انها مش هتتقدم في الدراسات في مركز التثمين، يعني مصنع التثمين اللي الموقع نتاعه في ضيعة نعم، زروق والقاو الارض وغيره. احنا كنا ننتظروا انه في العام هذه على الاقل تصير افونسمون، تصير ثم يعني دراسات. وكيف كيف معناتها احنا عندنا عامين، يعني قمنا بعده جلسات في الولايه تحت اشراف الوالي، وزاد كيف كيف مع مسؤولين من لونجيت، كيما ذكرنا تويكا فيما يخص المجتمع المدني تاع عقارب، راهو تحرك مش كي تجي تو، راهو تحرك من قبل، من 2018 هو يتحرك. دونك كيف تحرك المجتمع المدني، كيف احنا في منطقه صفاقس كرؤساء بلديات وكزيد سلطه جهويه عملنا عده جلسات موثقه في الولايه مع المسؤولين، كل المسؤولين بتاع لونجيت وكل شيء وجاو، وعملنا معهم عده جلسات باش انه شنو هو البديل. كان بالفعل معناتها هذا الاقتراح البديل هو مصنع تخمير النفايات في ضيعة زروق، وكانوا يعني هم قال لك نعم مش نعمل دراسات تويكا لافونسمون على الاقل في هالعامين هذوما، يكون بعد العامين هذا يكون على الاقل ثم حاجه حاضره. الا انه تفاجئنا بالفعل، معناتها اولا تفاجئنا غلق المصب الفشكي من طرف الوكاله الوطنيه للتصرف النفايات، راهو نهار 27 سبتمبر اللي سكر المصب هي لونجيت مش المجتمع المدني، باش نكونوا واضحين. معناتها اولا هي اللي سكرت فشكي وما اعلنت وخلتنا يعني امام الفضلات وامام مواجهه مباشره مع المواطن وغيره، والفضلات في كل مكان وما لقيناش وين نرفعوها وين نشيلوها. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى هي بيدها ما قدمتش البديل. هذا علاش معناتها بالنسبه لنا احنا، يعني احنا قمنا بمراسلات رؤساء البلديه من بين بلديه جرمده، قمنا بمراسلات رئيس الحكومه لوزيره البيئه، المشكل الكارثي اللي موجود في المنطقه في صفاقس هو البديل، يلزم حل آني، معناتها خاطر بالفعل احنا في كارثه كبيره برشا، حل تو معناتها تو يلزمنا نلقاو حل، طيب يلزم حل. استاذه، هذا هو يعني